بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. انطلق على البركة مشاهدينا الأعزاء الشوط الرابع لسن اللقاية لأهالي المنطقة. سيارة الثمينة والتسعيرة، الأكبر من ذلك هو الناموس بانتظار سعيد الحظ. من هو الفائز في هذه الأعداد؟ أعدادنا وصلت إلى 84 اسما قويا مشاركا في هذا المسير وفي هذا الشوط بالأخص. إن دل هذا على شيء فإنما يدل على تمسك أهالي المنطقة بخير التسلالات. اللقاية المنطلقة في سن الجعادين مباشرة مع المركز الأول، مباشرة مع تعداد الأسماء المندفعة هنالك شاهين للسيد عبد الله بن سلطان بشر الخاطري مع المركز الأول. الدور دور شاهين محمد بن عبيد بن سالم بن حضيبة على المركز الثاني وعلى المركز الثالث. هنالك التسلل من غزيلان خميس بن عبد الرحمن الشامسي مع التحديات، ولكن هنالك التسلل أيضا من الجهة الأخرى ومن ضمن التحديات والإثارة. هنالك من يحمل هذه الأرقام التحديات، هنالك الزعيم محمد بن سعيد العطيوي المزروعي مع الإثارة مع الإبداع مع القوة والانطلاق، بينما هنالك الزاوية الأخرى وما تحمله لنا من أخبار. هنالك سارة مصدع أحمد بن علي الشحي مع التحديات والإثارة، بينما هنالك الدخول القوي أيضا من ضمن الأسماء المندفعة. هنالك شاهين سيف بن سعيد الاكتبي مع التحديات والقوة والاندفاع وملاحقة الأسماء المندفعة الباحثة عن الفوز. ووصول من شاهين للسيد حمودة بن محمد بن علي بن حمودة الاكتبي على المركز الآن السادس وعلى المركز السابع. الوصول أيضا من شاهين محمد بن سعيد المزروعي، وكذلك هنالك برق للسيد راشد بن سعيد بالعجيد الاكتبي مع الإثارة ومع الإبداع، بينما هنالك التحديات التحديات والإثارة من ضمن الأسماء مياس محمد بن سعيد بن حسن الخاطري وعلى المركز العاشر. هنالك الإثارة من قبل هملول سعيد بن راشد بن غيش بن سالم الاكتبي مع الإثارة. مشكور يا بن مياس، وأعود مع المقدمة، أعود مع صدارة الشوط. الله يا بشر، بشر لازال في مقدمة الشوط، لازال مغردا، لازال قائدا، لازال مسيطرا على الأسماء المنطلقة الباحثة عن السيارة. السيارة بانتظار سعيد الحظ، وهنالك الإخوان اللجان الذين يعانقون المركز الفائز للتسعيرة وللذهب وللناموس. فمن هو الفائز؟ من هو يستقبل التهاني والنواميس من كل المشجعين؟ الله يبشر على المركز الأول والصدارة. المركز الثاني سعيد بن سيف أو سيف بن سعيد الاكتبي مع المركز الآن الثاني وعلى المركز الثالث. هنالك التحديات من مصدع الله يا الشحي أحمد بن علي الشحي مع هذه ومع إثارة مصدع، بينما على المركز الرابع وصل شاهين محمد بن سعيد العطيوي المزروعي ومع الإثارة، ولكن هنالك اللحظات مع حمد بن راشد بن عامري الاكتبي مع صوغان. ياهي قوة وياهي إثارة وياهي أسماء مندفعة وباحثة عن الإثارة والتحديات. وصول من مياس محمد بن سعيد بن حسن الخاطري وشعار بن سليم، من ينضم معنا شاهين حمد بن سالم بن سليم الاكتبي وشعار بن حلوكة، هنالك مع الإثارة ومع الإبداع، هنالك حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة مع جنجال وهذه الأسماء القوية، بينما هنالك هملول سعيد بن راشد بن دغيش. روح يا بن دغيش كعوائدك وكع مع التميز والإبداع، بينما هنالك القوة والإثارة من قبل شاهين فهد بن حمد بن مصبح مع التحديات ومع القوة، بينما على المركز العاشر الوصول من براك مبارك بن علي الاكتبي على المركز العاشر. هذه هي الأسماء الكيلوين الأخيرات يا بشر ويا بسليم، ويا هذه الضغوطات المكثفة وهذه الأسماء القوية. هنالك المندفعة بملاحقة برقية سلام. السيارة لمن؟ الناموس لمن؟ التسعيرة لمن؟ الزعفران لمن؟ القوة والإثارة مع شاهين حمد بن سالم بسليم مع التحديات والإثارة مع الفوز ومع الانتصار. والمركز الثاني والضغوطات أيضا من جنجال، جنجال على المركز الثاني، حمد بن سالم بسعيد بن حلوكة
على المركز الثاني. المركز الثالث هنالك برق راشد بسعيد بالعقيد الكتبي، وبينما هنالك التحديات والإثارة من مشهور خلفان بمصبح بمحمد الكبالي وأول إذاعة الكبالي، بينما هنالك شاهين سالب بمحمد بمترف الطريقي، وينضم الطريقي إلى شاهين، وشاهين ينضم مع المركز الأول وأول إذاعة الأسماء القادمة، بينما هنالك الضغوطات، هنالك التغييرات، وهنالك اللحظات الجميلة مع محمد بسعيد بن حسن الخاطري من واقع حضور مياس، بينما هنالك اللفاح لوصل اللفاح سلطان بالسيف بن مبارك الجزيع الكتبي، ومع الإثارة ومع القوة والاندفاع والأسماء الزاحفة من الخلف هنالك مطفي عبد الله بسالم مصبح مع الإثارة، هنالك بن غليط وصل، ولكن أعود مع المقدمة، أعود مع هنالك الإثارة مع التحديات والقوة ومع الإثارة. يا سلام يا بن مترف سالم بن محمد بن مترف الطنيجي على المركز الأول المتر النهائي، يفصل الطنيجي عن الناموس، يفصل الطنيجي عن الذهب، ولكن القدوم القدوم من مشهور خلفاب مصبح الكبالي، وكذلك ضغوطات واضحة من قبل مطفي عبد الله بسالب مصبح بن صروخ النعيمي، ولكن من وصل من وصل هنالك مياس نايع بن راشد بن نايع الغفلي، وهنالك بسليم مع الإثارة ومع الإبداع، يا هي مسافة يا هي قوة يا هي إثارة. 600 متر النهائي 600 متر النهائي، وبمتر بمترف بمترف على الصدارة، يا سلام يا سلام يا هي قوة واحترام لسلالة الشاهينية سالم بن محمد بمترف الطنيجي. وعلى المركز الثاني هنالك أيضا لفاح سلطان بن سيف بن مبارك الكتبي، على المركز الثاني هنالك تحركات واضحة من مطفي عبد الله بسالم بصروخ، على المركز الثاني هنالك بمترف وبصروخ، الناموس وين؟ القوة وين؟ الخطر الخطر الخطر، الله يا سلام يا سلام يا ابو صاروخ، السلامات السلامات تغادر، السلامات تغادر مع التحيه مع ابو صاروخ مع ابو صاروخ مع الناموس ومع الاداره، هنالك مطفي عبد الله بسالب مصبح بن صاروخ النعيمي المثير المتر النهائي، سلام يا ابو صاروخ على هذه القوه على هذه الانطلاقه على هذه الاداره، هذه الميتين خلاص غادر بالناموس، تحيه لك من الجماهير، تحيه لك من العشاق، تحيه لك من مشجعي مطفي عبد الله بسالب مصبح بن صاروخ. المركز الثاني هذا شاهين سالب محمد بن مترف، المركز الثالث هنالك مياس نايع بن راشد بن نايع الغفلي، وفي المركز الرابع الوصول ايضا من قبل مهاجم حمد بن سالب سليم، وفي المركز الخامس الوصول من لفاح سلطان بن سيف بن مبارك الكتبي. هكذا التحيه، هكذا الفوز، هكذا الناموس غادر مع هذا المنتصر مع هذا الفائز السياره والزعفران والخير والتسعيره والبركه. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، ما هي الا لحظات ونوافيكم بالتوقيت الزمني الرائع المميز مع هذه اللحظات الجميله ومع هذه اللحظات السعيده، و300 متر التي رحبت بهذا القدوم المميز وصول مطفي 7 دقائق 40 ثانية 4 أجزاء من الثانية مطفي، بالفعل أن طفى حرائق التحدي والفوز والإثارة هنالك الذي رافقه اسم مطفي عبد الله بسالم مصبح بالصاروخ. المركز الثاني 7 41 و7 أجزاء، فكانت التحية أيضا لهذا الذي قدم هذه العروض هذا البطل سالم محمد بن مترف الطنيجي مع شاهين، وثالث الأسماء، فكانت أيضا هنالك اللحظات السعيدة مع مياس نايع بن راشد بن نايع الغفلي 7 42 و6 أجزاء. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء الشوط ينتهي لصالح مطفي، والتهاني لبصروح على هذا الفوز.